هنكمل مع بعض في الجزء الخامس عشر من ورشة تصميم كلاسيك في برنامج جوجل سكتش اب. هنتعلم من خلال هذا الفيديو كيفية تصميم الأعمدة في سكتش اب باحترافية عالية. علشان نبتدي نصمم الأعمدة بتاعتنا هنروح للدور الثاني علو بهذه الطريقة، وهنشوف المسقط بتاعنا. كل الأعمدة المستطيلة هنروح نستخدم فيها أداة رسم المستطيل في سكتش اب. يبقى هنروح نضغط على أداة رسم المستطيل بهذه الطريقة، ونبتدي نقرب من العمود ونضغط كليك ونسحب ونضغط كليك آخر. كده أنا رسمت السطح الخاص بالعمود بتاعي. العمود اللي بعده بنفس الطريقة، العمود اللي بعده، يبقى هلف على الأعمدة المستطيلة، على كل الأعمدة المستطيلة، وابتدي أرسمها بأمر المستطيل بتاعي. العمود ده مش مستطيل، فبالتالي لأ، هسيبه دلوقتي. العمود اللي بعده، اللي بعده أهو بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة. كل الأعمدة المستطيلة معايا هبتدي أرسمها بأمر المستطيل، أو بمعنى أصح الأعمدة المنتظمة الشكل، سواء مربعة أو مستطيلة. كنترول زد، سواء مربعة أو مستطيلة. كليك وكليك بخلص من العمود بتاعي أهو بالطريقة دي، بالطريقة دي، بالطريقة دي. كليك كليك على طول أهو، كليك واسحب كليك، هتلاقي نفسك رسمت الأعمدة بتاعتك بسرعة. دي الخطوة الأولى اللي احنا شغالين فيها. كل الأعمدة المنتظمة الشكل ببتدي أرسمها بالطريقة دي، كليك. في أعمدة تانية أهو، العمود اللي في المنتصف ده أهو بالطريقة دي. هل في أعمدة تانية معايا مستطيل أو منتظمة الشكل؟ لا. طيب هاجي بعد كده هشوف الأعمدة الغير منتظمة الشكل زي الأعمدة اللي في الأطراف دي. يبقى هروح لأمر لاين وأضغط عليه وأضغط كليك 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 كليك. كده خلصت من العمود. يبقى الأعمدة الغير منتظمة الشكل برسمها بأمر لاين، أربع كليكات بخلص من العمود بتاعي. طبعا أنا برسم براحتي عشان أوصل لك الفكرة، لكن حضرتك هتلاقي نفسك بترسم بسرعة رهيبة بالطريقة دي أهو، بالطريقة دي أهو. أنا كده خلصت من الأعمدة بتاعتي. طب الخطوة التانية إيه؟ الخطوة التانية إن أنا بروح الأمر السلكت وأبتدي دبل كليك على العمود، كليك يمين وأقول له ميك جروب، دبل كليك على العمود كليك يمين وأقول له ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب بالطريقة دي، دبل كليك كليك يمين ميك جروب أهو بالطريقة دي. كل الأعمدة بتاعتي ميك جروب. ليه بخليها ميك جروب؟ هتعرف كمان شوية، بس تابع معايا الفيديو. كليك يمين ميك جروب، كليك يمين ميك جروب أهو، دبل كليك كليك، دبل كليك كليك يمين ميك جروب أهو بالطريقة دي. ألف على عمود عمود أهو، كليك ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب، دبل كليك ده اعمل جروب. تمام، اللي بعده اهو ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب اهو، دبل كليك كليك يمين ميك جروب. يبقى كل الاعمده بتاعتي هعمل فيها الخطوه دي، دبل كليك كليك يمين ميك جروب. العمود ده معمول اهو، العمود ده معمول، العمود ده مش معمول، دبل كليك كليك يمين ميك جروب، دبل كليك كليك يمين ميك جروب اهو. الاعمده كلها بالطريقه دي اهو. يبقى انا كده خلصت الاعمده بتاعتي. طيب انا ايه فايده اللي انا عملته ده؟ ان انا اخلي كل عمود جروب لوحده. ولنفترض ان حضرتك عايز مساحه عمود من الاعمده دي، بمنتهى البساطه دبل كليك جوه العمود بتاعي، اضغط على السطح، هتلاقي في الـ Entity Info المساحة بتاعت هذا العمود أهو 0.21 متر مسطح. يبقى دي الفايدة الأولى. طب الفايدة التانية هتعرفها كمان شوية.
طيب ايه هي الخطوه اللي بعد كده؟ ان انا هبتدي اخش جوه العمود ده واقول له بوش كليك لاعلى واقول له 3 متر انتر واطلع بره الجروب. العمود اللي بعده كليك يمين، بمجرد ما اضغط دبل كليك بياخد نفس الارتفاع بتاع العمود اللي قبله. العمود اللي بعده دبل كليك بوش، دبل كليك اهو هتلاقي ان اخد نفس الارتفاع اللي هو 3 متر بتاعتنا. اللي بعده امر بوش دبل كليك اهو، اللي بعده دبل كليك تخش جوه الجروب دبل كليك تاني هياخد نفس الارتفاع اهو، دبل كليك امر بوش دبل كليك اهو هياخد نفس الارتفاع اللي بعده. العمود اللي بعده اهو دبل كليك اخد نفس الارتفاع، مش متأكد، روح امر لاين اضغط كليك واسحب الآلة هتلاقي المسافة اهي 3 متر في الاسفل ظهر لك. العمود اللي بعده دبل كليك امر بوش دبل كليك تاني، العمود اللي بعده دبل كليك امر بوش كليكين اهو، العمود اللي بعده دبل كليك اخش جوه الجروب امر بوش. انا هخلص كل الاعمده الخارجيه فقط لا غير، انا شغال ورشه خارجيه فبالتالي يهمنيش الاعمده الداخليه بتاعتي. طبعا اطلع بره الجروب، حضرتك تقدر تكمل كل الاعمده، انا هكملها بعد الفيديو اللي بعده. ممكن اسحب كده لو انا نسيت البعد واروح لاخر عمود هاخد نفس المقاس بتاعه. العمود اللي بعده اهو امر بوش كليك واسحب واروح لنهاية هذا العمود. هتلاقي ان في عمود احنا نسيناه ببساطة جدا، امر لاين ضغط كليك 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 هيتكون سطح، دبل كليك كليك يمين من جروب خش جوه الجروب امر بوش بوش لاعلى 3 متر انتر. يبقى انا كده خلصت هذا العمود. العمود اللي بعده دبل كليك بوش، دبل كليك تاني هياخد نفس الارتفاع بتاعي. فانا كده بالنسبه لي خلصت كل الاعمده الخارجيه، انا مش محتاج الاعمده الداخليه لان انا شغال ورشه خارجيه. حضرتك تقدر تكملها لو حابب، ده جميل جدا. طب برضو ايه الفايده بقى التانيه يا باشمهندس اللي قلت لي من موضوع الميد جروب؟ تعالى كده اختار العمود ده وروح للموديل انفو او الانتيتي انفو، هتلاقي مديك الفوليوم بتاع العمود ده او الحجم بتاع العمود ده اللي هو 0.72 متر مكعب. فدي كلها فوائد في تنظيم الشغل بتاعي وان انا اشتغل بالطريقة اللي انا شغال بيها دي. ممتاز. ايه الخطوة اللي بعد كده يا باشمهندس؟ طبعا اخر خطوة معانا ان انا ببتدي اعمل سيلكت من الشمال لليمين لكل الاعمدة بتاعتي بالطريقة دي اهو، سيلكت من الشمال لليمين. هيتم اختيار كل الاعمدة الخاصه بهذا المسقط بالطريقه دي. بعد كده هقول له امر موف من النقطه دي اللي هي النقطه الثابته او الركن بتاعي، كليك واسحب واروح لنفس النقطه على الموديل بتاعي واقول له كليك اخر علشان الاعمده بتاعتي تنزل في مكانها الصحيح ومكانها المظبوط بتاعي. طبعا انا خدت كل الاعمده، يعني ممكن بعد كده اخرج واخش جوه العمود ده دبل كليك واقول له بوش الى اعلى 3 متر اكمل الاعمده بتاعتي لو انا حابب ده. يبقى كده الفيديو بتاعنا انتهى وقدرنا نخلص الاعمده بتاعتنا بطريقه احترافيه في برنامج جوجل سكتش اب. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، اتمنى ان الفيديو يكون قدم اضافه جديده لحضراتكم. أشكركم، لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا الإعجاب بالفيديوهات، لا تنسوا مشاركة الفيديوهات لأصدقائكم لتعم الفائدة. الدال على الخير كفى عله. أتمنى الاشتراك في قناتنا الثانية الخاصة بتعليم برنامج الريفت، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.